الآن شكلوا جيش الروج، يعني يسمونها بالكردي لشكر الروج، هو تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان، هو جزء من وزارة الداخلية، يعني عددهم يصل إلى 7000 شخص كل شهر يستلمون رواتبهم، يعني خدماتهم، يعني كلهم يستلمون عن طريق إقليم كردستان. ونائب محافظ حلبجة قال كل شهر الكرد الإيرانيين يأتون من مدينة قاوة، من مدينة كرمانشان، الكردية يأتون إلى حلبجة يستلمون الرواتب من تقاعدين الرواتب. لهذا السبب إحنا وصلنا إلى 1,200,000 شخص، 200,000 موظف في الدولة. يعني هل يعقل ثلاث أربع محافظات سليمانية وأربيل والدوق وحلبجة عندها 1,200,000 شخص موظف، وكل الدولة العراقية عنده 4 مليون، مع الفضائيين ومع يسلمون، يعني يستلمون الرواتب باسم حشد أو باسم جيش العراقي قاعدين في البيت، أو باسم حشد العشائري قاعدين في مضايفهم. يعني شوف تصور يعني الكارثة.